بس خلينا نخش بقى في ايه، في الاسئله السريعه. عندنا بقى في الاسئله السريعه دي حاجات لطيفه جدا، عندنا اختيارات، هديكوا اختيارات، وعندنا انا مين، يعني هقول لكم انا مين يعني كده، وفي صح وغلط. خلاص اوكي حلو، نركز بقى مع بعض ونتشاور بسرعه جدا مين اللي هيجاوب، طبعا الاسرع يعني، بس مين اللي هيجاوب عشان ايه ما نخشش في كده. ماشي. السؤال الاول هيروح لاسره عمر. اوكي، انا المعروف بفك رموز الهيروغليفيه المصريه. انا المعروف بفك مين المعروف بفك؟ ديليسبس. ديليسبس؟ لا، اختيارات فين؟ مفيش اختيارات. دي انا مين؟ نابليون؟ لا نابليون، لا. ايه لا لا، كان ايه حجر ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ مين؟ مش نابليون، مين؟ اول هول؟ اقول انا؟ خسرتوا انتوا. فرانسوا شامبليون. شامبليون. هو شامبليون. ماشي اوكي. السؤال الثاني، انا الدولة التي لديها اكبر عدد من الاهرامات في العالم. مصر. لا كده مش هيبقى سؤال سهل كده. انا هم انت اللي ما ينفعش تقول ده. دور السودان. برافو. السودان فعلا الدولة اللي فيها اكبر عدد اهرامات في العالم. السؤال اللي جاي، انا الدوله التي استضافت اول كاس عالم لكره القدم. لا بقى لا لازم تقول يا عمر. البرازيل. لا مش البرازيل، ايه كمان؟ قول يا عمر. ارجنتين. جنبها، جنبهم. اورجواي. اورجواي. برافو بابا، شاطر. نايس. اوكي، دي اقل حاجه عندي. ايوه قال لك اقل حاجه عندي. انا الدوله التي اقيمت بها اول العاب اولمبيه. دي اصلا العاب اولمبيك. اولمبيك جيمز. سيدني. 10 ثواني. سيدني. لا. 9. يابان. 8. يابان. اليابان. 7. لا. الصين. 6. لا. 5. روسيا. 4. تقريبا. 3. مصر. 2. 1. اليونان. عادي. ماشي اوكي. ايوه صح. معلش كده، هنا سقط سؤال وهنا سقط سؤال، متعادلين.